مرحبا، برحب فيكم مثل العادة وبرحب بكل اللي انضم لنا للحلقة اليوم مباشرة من حرم الجامعة الأمريكية ببيروت. تحياتي وتحيات كل فريق العمل بالأيوبي أيوبي أم سي وجريدة النهار. مثل العادة بدون أي مقدمات رح نفوت دغري بصلب الموضوع تناقش بالجزء الأول الأرقام وتقدمها، خصوصا أنه بلش ينحكى عن إصابات بالمخيمات مثل ما أعلن امبارح سعادة محافظ مدينة بعلبك الهرمي الأستاذ بشير خضر، بالإضافة لموضوع الحلقة وهو نظرة شاملة عن إدارة خروج لبنان من الإغلاق. رح نبحث هالمواضيع مع ضيوفنا زميلنا الدكتور حسن زرائط، وهو أستاذ محاضر وباحث في علم الفيروسات والأمراض الوبائية وأيضا مساعد مدير مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا وسهلا فيك. وأيضا مع الصديق الزميل الدكتور حسين اسماعيل، وهو أستاذ في كلية الطب ورئيس اللجنة الطبية في الأيو بي أم سي وأيضا مدير برنامج طب الأوعية الدموية في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت. دكتور اسماعيل، دكتور زرائط، برحب فيكم ببيتكم. مثل العادة بطلب من المشاهدين يبلشوا من هلا يبعثوا لنا أسئلتهم تنطرحها على ضيوفنا خلال الحلقة، وأيضا بقول لهم يتواصلوا معنا عبر هاشتاج COVID-19 ستوديو. دكتور زرائط، برحب فيك عن جديد وبحب بلش معك مثل العادة جولة شاملة عن على الأرقام وبنرجع بنحكي بغير أسئلة وغير مواضيع. الحمد لله مرة عن مرة عم تكون الأخبار أفضل من ناحية عدد الحالات الواقع اللي عم يتسجل بلبنان ومن ناحية زيادة أعداد الفحوصات. طلع اليومين الماضيين كان عنا 4 إلى 5 حالات، هلا عم نشوف هون بالأزرق هني عدد الحالات، وبالأحمر عم نشوف خط اللي هو نسبة الوفيات. نسبة الوفيات هذا شيء كتير منيح، بعضها مستقرة ثابت بالأحمر، مستقر ثابت، هذا شيء بيطمئن. بارح كان عنا حالة وفاة. عدد الإصابات عم متأرجح بس بعده ضمن يعني دون 10 حالات يومية، وهذا شيء مطمئن، خاصة أنه بكتير أيام عم يكون عدد الفحوصات كتير عالي. يعني وصلنا اليوم نحن 1300 فحص، هو شيء منيح. بس مع كل هالتطمينات الحذر بعده موجود والقلق بعده موجود. ليش؟ لأنه من هالحالات اللي عم يبينوا هن عم يبينوا من مطارح ما كنا متوقعينها. يعني نحن مفروض بحالة إغلاق عام وكنا رصدين كل الحالات والمخالطين لقلهم، فمفروض ما يبين عنا قدر الإمكان هالحالات اللي هي مجهولة المصدر. نعم. لأنه هيدي بتنبئ بأنه في احتمالية لعودة الوباء بأي لحظة، خاصة إذا رجعت العالم تراخت ورجعت لحياة الطبيعية. ما يعرف بالموجة الثانية أو بالسكند ويف اللي عم ينحكى عنه، هيدا هو التوصل. بعدنا ما فتنا حتى يعني بعدنا بالموجة الأولى، بعد ما يعني ظهرنا منها. يعني بقلب الموجة الأولى ممكن ترجع تهب. 100%. الموجة الثانية بنحكي عنها لما نحن عن جد نكون بطل عم نسجل حالات، رجعنا بلشنا نفتح البلد شوي شوي، وهونيك بلش عنا موجة ثانية، هونيك بلش نحكي فيها. نعم. فهولي كتير مهمين هلا. المنيح انه بعد في التزام كبير الى حد ما بالبلد اللي عم يبطئ من هالانتشار. يعني صح عم يتسجل حالات ومجهولين المصدر، بس اللي عم بين لهلا مثل ما صار ببشري انه ما عم يخلقوا حاله كبيره من الانتشار. نعم. نتيجه انه في التزام لو 70% له اثر، نحن نعم. بدنا فوق 90% التزام بموضوع الحجر القعده بالبيت والتباعد الاجتماعي. ف يعني بعدنا بنقول في ترقب حذر. نعم، اوكي. طيب غير الهبة الثانية بقلب الموجة الأولى وغير الموجة الثانية، عم ينحكى كثير عن الري انفكشن أو إعادة الإصابة، ومع أنه سمعنا قبل يمكن أنه اللي بيخدها خلص بيخدها وهي. شو فيك تحكينا عن إعادة الري يعني الري انفكشن أو إعادة الإصابة بالكوفيد 19؟ هلا بدنا نحكي أول شيء بشكل عام. نعم. الإصابة المكررة أو إعادة الإصابة بشكل عام بتصير بكل الأمراض الجرثومية، بس هو السؤال أنه هل بتصير خلال نفس العام أو خلال نفس الشهر او لا بتصير بفترات متباعدة؟ سؤال مهم. بتصير بفترات متباعدة، على الارجح حتصير بفترات متباعدة وحدتها يمكن تكون متأرجحة بين انه تكون اخف من اول اصابة او اقوى من اول اصابة. فهذا موضوع محسوم. نعم. الموضوع الاساسي اللي هو قيد البحث اللي هو هلا يعني خلال اول موجة او تاني موجة من الوباء، هل الناس اللي انصابت اول مرة، نحن عم نشوف هذه شغلة كمان حبيت ضوي عليها، نحن بلبنان صاروا 140 من الحالات شافوا، فهل انه حيرجع يصير 140 من نقصهم من التوتال نمبر اللي حكينا فيه؟ احنا عندنا هلا حاليا عدد حالات هو 520 واقعيا. نعم. اللي هن بعدهم ما حاملين الفيروس. ف هول ال 140 اللي صحوا مثلا، هل حيرجعوا ينصابوا بهالفيروس او لا؟ حسب خبرتنا ومعلوماتنا على الفيروسات قديما ومناعه جسم الانسان، انه بتتكون مناعه بتمنع العدوى على الاقل خلال فتره قصيره، او خلال بتكون فترة الإصابة الثانية إذا صارت، مع أنه نسبتها بتكون أضعف، بتصير أخف، يعني بتجي أخف من أول مرة. نعم. بشكل عام. بس ممكن شو يكون عم بيصير هلأ؟ كل هالأرقام اللي انقالت عن إعادة عدوى ببلاد تانية باليابان وغيره،
ما كان عندنا تفاصيل عن هالحالات، انه قد ايش صاروا متعافين، شو مدى المتابعه الطبيه معهم الى اخره. هون حاعرض بس حالتين كنموذج عن شو بيصير عند المرضى. الحالتين هول مبلشين متابعتهم من يوم الرابع، اوكي. الزيوح اللي بالاصفر والاورنج والرمادي هن الفيروس بي اما العينه الانف بالاصفر او العينه البلغم بالاورنج او عينه الخروج او البراز البشري بالرمادي. نعم. لاحظ كيف بيتارجح معدل الفيروس بالجسم، يعني لما ينزل تحت هذا الخط المنقط بقاش فينا نشوفه بالبي سي ار، وحتى لما يكون على حدود الخط الاصفر ممكن نشوفه يعني مرات بجوز يكون بوزيتيف بس ما بيبين بالبي سي ار. ما بيبين. فلاحظ مثلا عندك المريض اللي على ناحيه الشمال، لاحظ على اليوم السادس طلع نيجاتيف. صحيح. اوكي، فاذا نحن بس كنا عم نتابعه بالعين الانفيه حيكون نيجاتيف. اذا جيت انا بعد كم يوم مره ثانيه على اليوم العاشر مساء اليوم ال11 اخذت منه عينه ثانيه كمان طلع نيجاتيف، بقول انا هيدا شو مفروض صح، ما عم بتطلع عينات ثانيه صح، ظهر برات المستشفى، رجع اجا باليوم ال14 رجع عمل. طبيعة الحال هول مش مراقبين لفترة كتير طويلة، عم نحكي بس هون 3 اسابيع مراقبة. في ناس بيضل عندهم الفيروس 40 يوم. بس لاحظ بالخروج بالبراز البشري بعده موجود كل الفترة. كل الفترة على طول ايجابي على طول فوق. ونحن عادة ما بنطلع على كل هالعينات، يعني هيدي حالات خاصة. الشيء بدي نوه فيه هون حالات خاصة، يعني مش كل حدا عنده سيمبتومز مفروض يجي يعمل هالثلاث فحوصات. لا، هول بيكونوا مراقبينهم يعني من أجل الدراسة نفهم أكثر كيف بينتشر الفيروس وين لازم نطلع يعني. بس تنشرح للمشاهد أحسن ما يفكروا هلا. لا، مش كل مريض أكيد يعني بالآخر مش كل مريض حتى كل يوم نفحصه، نحن حدا حسب تطور العوارض يعني. أوكي. لاحظ أنت أصلا فوق عندك خط زهر وخط أخضر موف، هول هن الحرارة والسعال. المريض الأول أصلا ما عنده هالعوارض. المريض الثاني عنده هول عوارض كان لمدة أسبوع. وفي سهم لنازل من فوق، هيدا السهم بدل أن أنت بلش يصير عنده مضادات حيوية بجسمه، أنتيبوديز، يعني بلش يكونوا المناعة. أوكي، يعني هن وعندهم الفيروس بلش يكونوا المناعة. هون بدنا نحكي عن المناعة لو سمحت. هيدي كتير مهمة. ومن هون بنجي على موضوع أنه على الأرجح هول الناس ما حيتعرضوا للإصابة مرة تانية. هلأ ما فينا نأكد 100% قديش النسبة من هالناس اللي عن جد هن تمت عندهم حماية 100% صارت، لأنه بتعرف نسبة المناعة بتعتمد على كمان قوة الجسم وحصانة الجسم وصحة الجسم، هاي شغلة. وما بنعرف قديش هالمناعة بتضاين، يعني هل بتضاين شهرين ثلاثة سنة سنتين. قبل ما أسألك عن اللقاحات بدي أسألك شو معناتها، كيف تتكون المناعة أساسا، وشو معناتها مجتمع عنده مناعة. نسمع أنه مجتمع عنده مناعة، شو يعني وكيف تتكون هالمناعه؟ هلا اول شيء كيف بتكون المناعه عند الانسان. مجرد يفوت جسم غريب بهالحاله فيروس على الجسم، في مناعه اوليه بتصير. هيدي المناعه الاوليه بتكون مش خاصه بهيدا الفيروس، عامه، يعني الجسم بيحركها او بيحفزها ضد اي جسم خارجي داخل فايت عليه جسم غريب. فهيدي المناعه عاده بتكون اضعف من المناعه الخاصه اللي هي الذاكره المناعيه. بس نخلص من المناعة الأولية، إذا الجسم ما قدر يسيطر على الفيروس منفوت بالمناعة الخاصة اللي هي أكثر بتكون قوية ومحددة، كأنه الجسم هلأ عمل ID عن هالفيروس، حصن حاله، بلش يجهز مصانع المناعة عنده وبعت الخلايا اللي هي بتقضي على الفيروس وبتقضي على الخلايا المصابة بالفيروس. فهون صار في مناعة خاصة صارت أقوى من المناعة الأولية. نعم. أوكي؟ هيدا الانسان صار عنده هلا اي دي، بحال اذا تعرض مره تانية لهالفيروس بقاش بده يتعرض يرد عليه بالمناعه الاوليه اللي هي عامه مش خاصه، صار دغري بيقدر يتصدى له بصوره اسرع وبدقه اكبر. من هيك بتصير الوقايه، الجسم محمي اكثر بالمره الثانيه. نعم. كيف بتصير المناعه المجتمعيه؟ هون بدي نوه، هون نشوف مثلا باليوم الخامس تقريبا بهالدراسه كان 50% من الناس بس عندهم مناعه، بس لليوم العاشر تقريبا 100% من هالدراسه ولو عدد صغير من المرضى كان صار عندهم مناعه. في ناس يمكن ما يصير عندهم مناعه نتيجه نقص بالمناعه او نتيجه انه ما تعرضوا لكميه كبيره من الفيروس او تخلصوا من الفيروس دغري بصوره سريعه. هيدا المناعه، هاي المناعه بتؤدي قبل ما نحكي عن اللقاح بتؤدي ليصير في شيء اسمه التعايش مع الفيروس. لانه ورد سؤال هلا من المشاهدين انه بيقول يتم اليوم الحديث عن مصطلح التعايش مع الفيروس، كيف يمكن ذلك وهل ممكن ذلك؟ تعايش شو يعني؟ انه نحن كنا باول مرحله من الوباء انه فينا نقضي عليه ننهيه، ومثل ما صار بالسارس بال2003. نعم. بعد حوالي 8 اشهر قدرنا نتخلص منه بهالاجراءات اللي انعملت، بس عنده كان خصائص مختلفه ما قدر يكمل وينتشر. نحن هلا بدنا نتعايش معه.
نعرف انه هذا الفيروس مكمل معنا للسنه الجايه ويمكن اللي بعدها واللي بعدها، لانه واضح انه انتشر بكل العالم، ما بقى فينا نتخلص منه. هذا التعايش يعني ممنوع عنه. العوده للحياه الطبيعيه قبل سنه، قبل ما يبلش في عنا اللي هلا حنحكي عنه اللي هي المناعه الجماعيه اللي بتتكون بطريقتها. اوكي، خلينا نشوف هلا هون. هلا هذا المجتمع فات عليه حاله مصابه، بعده ما عنده اي مناعه وما في حدا غير هالشخص مصاب. يعني كل شخص كل شخص بينقل عدوى لاثنين او ثلاث اشخاص. أوكي. ممكن اكثر ممكن اقل. فبلش المجتمع تدريجيا تنتشر فيه الحالات، كل ما عملنا كل ما زاد اللون الاحمر يعني في ناس اكثر انصاب. هل قد بسيطه الخبريه، شخص واحد بيقدر يعدي مجتمع؟ طبيعه الحال اذا هيدا ما في تباعد اجتماعي، عايشين حياتنا. هيدي عم بدنا نشدد عليها، لانه انا انا وجاي اليوم رجعنا شفنا العالم على الطرقات لا ما شوف انت السلسله هلا بلش نقص من هالسلسله، ببلش يخف التواصل بين هالنقاط الحمراء، بيموت الفيروس بالمجتمع الى حد ما يرجع العالم تختلط. نعم. بس هالحالات حتكمل طالما نحن عايشين حياتنا طبيعيه وما في مناعه، هالحالات حتكمل. هلا بهالعرض عنا تقريبا 50% من الناس انصابوا بهالسلايد. اوكي، طيب شو صار هلا هول انصابوا؟ خلينا نقول اغلبهم او كلهم صار عندهم مناعه جزئيه او كليه. اوكي، نعم. طيب هون الخضر هلا صاروا الناس اللي هن انصابوا قبل بهالسلايد، هول الناس صار مفروض عندهم مناعه على القليل، ما حينصابوا بصوره سريعه. اوكي، طيب رجع انا صار عندي موجه ثانيه من الوباء، لاحظ هول الاشخاص هلا فاتوا على المجتمع، رجعوا منصابين او ما كنت شايفهم باول رصد، رجعوا بلشوا حيعملوا يرجعوا انتشار للوباء، بس ما حيعملوا الانتشار السريع او الكبير مثل اول مره. اوكي اوكي، لانه في مناعه جماعيه، بس انا هيدي المناعه الجماعيه او بوصلها باللقاح وهو الخيار الافضل واللي بده وقت، ولكن الخيار البعيد بعيد مينيموم سنه وسنه ونص، وسنه ونص مش يعني كل العالم بالكره الارضيه حيصير عندهم لقاح. الناس الاساسيين القطاع الصحي، العمال الاماميين بهالازمه. اوكي، او انه بده يتشكل مناعه جماعيه بانه عن جد هالمجتمع كلياته 50% ل70% من المجتمع ينصاب فيه للفيروس، وهيدا الشيء اللي احنا بدنا نتجنبه، لانه هيدا اذا صار بفتره كتير قريبه قصيره بتكون نتائجه كارثيه. دكتور بيقدر يحكي اكثر عن موضوع انه ممكن ينهار المجتمع، ينهار القطاع الصحي، الحالات الوفيات حتطلع عن السيطره، مثل ما شفنا ببلاد تانية وصلت على 10% نسبه الوفيات، نحن بلبنان بعدنا 3%. طيب كملنا بالاصابات، هيدي تاني موجه اجت، وصلنا بثالث موجه صرنا 75% من الناس كانوا معرضين للوباء. هلا فرضا هلا صار حالات، اما كانوا هم حصنين او انصابوا بالفيروس، صار عندنا حالتين ما حيكملوا، يعني بس حيصير في عندنا انتشار بطيء. هون بنكون فتنا بمرحله السنه او السنتين يلي من بعدها بصير الفيروس يجي وبكون خفته. مفروض عاده نرجع نقول مفروض، لانه نحن ما فينا نقول شيء 100% هلا، لانه يعني ما عندنا كل المعلومات، بس بحكم خبرتنا بنقول مفروض انه بتخف حدته، ممكن يتحول لشيء مثل الانفلونزا الموسميه. بيكون صار في عندنا الوفيات، صار فينا نتعامل مع الحالات، بصير نتعايش معه، هيدا هو التعايش. نعم، رح ارجع لك دكتور زرائد، بدي ارجع رحب بالدكتور حسين اسماعيل من جديد. دكتور اسماعيل، قبل ما فوت معك على موضوع اللبناني وعن قصة الراندوم تيستينج اللي عم ينعمل بلبنان وعن موضوع الحلقة، في سؤال من المشاهدين ورد، لقيته انا انه هيك شوي فيك تجاوبني عليه، كونك غير انك ضليع بالشؤون الطبية ومبدع فيها كمان ضليع بالشأن العام. اوروبا بلشت بإنهاء الإغلاق تدريجياً، عم ينحكى ماي 11 ترجع تفتح أوروبا وبيريز وقت. هل هالشي بيعني أن هناك مجازفة بأرواح الناس من أجل الاقتصاد؟ سؤال كتير مهم. بداية أول شيء بس بحب عيد الجميع بإننا مرقنا بفترة أعياد، وللأسف حجم الضغط من الكورونا والاقتصاد ضيع شوي من البهجة، وفايتين هلأ على رمضان، فرمضان كريم للكل. من ضمن صوتنا لصوتك ومن عيد الجميع. ليك اي شيء نحن بعالم الطب، اي شيء انترفنشن يعني بمعنى تداخل بنختاره، هو على طول في له بيكون فايده وفي له ثمن. مثل الدواء اليوم اذا بتاخذ حبه وحده منه بتستفيد، على كل يوم حبه حبه بتستفيد، بس اذا جيت اخذت خمس حبات فرد مره بجرعه وحده بتتسمم منه. صحيح. قضية الإغلاق والتباعد الاجتماعي وهيدي كلياتها نحن بدنا نبسطها وننظر لها بهالطريقة، هيدي إن هي عمل تداخلي على مستوى المجتمع ككل، إله حسنته بأنه بخفف انتشار الوباء، وبالتالي منضل تحت سقف
القدرات الصحية اللي موجودة بالبلد لنقدر نتعاطى فيه، لما يصير في فائض فوق القدرات الصحية يصير الموت عم يصير، مش لأنه ما عنا مش من الوباء، هي لأنه بكل بساطة ما عنا غرف عناية، ما عنا مكانات للتنفس إلى آخره. هذا إذا بدك الخوف، وهذا هون التباعد والحالة اللي موجود هي موجودة هلأ، هي الثمن اللي عم ندفعه، أو إذا بدك البنفت المردود يلي عم ناخده كرمال ما نوصل لهونيك. هلأ يقابل هذا الشيء عندك أنت الثمن. شو الثمن؟ الثمن أنت عم تحكي فيه بخسائر اقتصادية أصبحت تشارف المليارات، التريليونات من الدولارات عم ينحكى فيها بالعالم. وللأسف في بعض الناس بتقارب الشأن الاقتصادي وكأنه هو المال، كأنه شيء هو قليل أو وسخ أو شيء هيك، وهذا غلط. هذا غلط. الفقر يا جماعة هو من أحد، نحن عندنا بعلم البريفنشن يعني الوقاية، الفقر ننظر له دايماً على أنه هو الركيزة الأساسية اللي بتنطلق منها الأمراض المزمنة، يعني هو سبب الأسباب. يعني نحن لما بنحكي بالأسباب الأمراض، مثلاً الدبحة لنقول خنعطيها، بنحكي ضغط وسكري وإلى آخره وتدخين، ولكن سبب الأسباب هو تحت البيئة اللي هي بتنطلق منها هذه الشغلات، هي الفقر والجهل. أوكي؟ فالفقر هو له ارتدادات لبعدين يلي هي أمراض مزمنة، وفيات. طب هيدي كلياتها مش داخلة بالمعادلة هلأ، ما حدا عم يحكي فيها كنحنا لقدام سنة سنتين أو ثلاثة، شو هي الأمراض المزمنة اللي حتصير، شو هو الأشياء الأموات يلي بدها تصير كمان من وراء الفقر. اثنين، خصوصا أنه الآتي أعظم. اثنين، خبرونا أنه 55% من الشعب صار تحت خط الفقر، يعني وهذا رقم هائل. اثنين كمان الموضوع الاقتصادي كمان بدنا ننظر له، مش بس التباعد، مش قصة اقتصاد فقط، هي كمان قضية انه انت بخلال هالفترة هيدي، ومن هون كلمة التعايش يلي ذكرتها سيمون، هي المقصود فيها انه انت بس لانه طلع الكورونا وصار في عندك انت العالم توقف لحتى يتفرجع على الكورونا، ما معناتها ان الامراض التانية وقفت. يعني صحيح. اليوم مريض السرطان بحاجة لعلاج، المريض بيصير معه دبحة أو جلطة بحاجة لعلاج، ونحن هلأ عم نشوف إذا بدك كنتائج سلبية من وراء الإقفال والتباعد والخوف وحالة الخوف يلي موجودة. بس خليني كفي هالفكرة بس لو سمحت، منشوفها أنه في حالات عندها دبحة أو جلطة، بس تحديداً الدبحة، عم يتأخروا ليجوا على المستشفيات مخافة أنه يلتقطوا عدوى. صحيح. وهذا الشيء حكيت فيه دكتور إذلين حتي بحلقة الجمعة الماضية، أنه ما تتأخروا أرجوكم، لأنه هيدا ماشي وهيدا ماشي. بالضبط. فمن هون بصير ساعتها لما أنت بدك تنظر للسياسة اللي أنت متبعها، في مردود انت طبعا بدك تحصله عبر انك انت تخفف الوباء، وفي ثمن عم تدفعه، وبدك تجرب انت تضل كمية المردود اللي عم تاخده اكتر بكتير من الثمن اللي عم تدفعه، وإلا بتكون فشلة السياسة. طيب. دكتور اسماعيل، بهالإطار هيدا كمان قبل ما فوت بس كمان سؤال بهم كتير المشاهدين، بفتكر قريت تغريدة لحضرتك امبارح على تويتر بتقول فيها انه عم بيتصلوا فيك المرضى وعم بيسألوك بوقف دواء الضغط، بوقف دواء القلب، بوقف شو إلها علاقة؟ هل في شيء بيقول إنه هل إكمال الدواء بيأثر على الكوفيد سلبياً أو شو فيك تحكينا هون؟ لأنه مفروض المريض أو المريضة يكفوا بالدواء اللي موصف لهم. بالمبدأ خلينا نقول المبدأ العام، ممنوع أي مريض يوقف دواء أو يغير دواء بلا ما يستشير طبيبه. هذا المبدأ العام. هلا بالشغل الخاصة بالكورونا، وعشان هيك نحن كأطباء قلب كنا كتير إذا بدك مواكبين هالموضوع عبر جمعية الأطباء القلب اللبنانية وبرا كمان، لأنه موضوع الكورونا بيخصنا إن نحن كأطباء قلب بشكل كتير خاص. ليش؟ لأنه الكورونا فيروس أصلاً هو بيفوت على الخلايا تبعية الرواية عبر استخدام اللاقط يلي هو نفسه هو ذاته يلي نحن نتعاطى معه بأدوية الضغط. فبالتالي كان في فزع انه هيدي، هل كان في سؤال هل هي ادويه الضغط يلي موجوده هي عم تسبب انه ناس اللي عم ياخذوها يكونوا معرضين اكثر للكورونا، او انه مثلا اذا صار معهم كورونا يصير في معهم وفاه اكثر؟ فصار في اذا بدك هالقلق هذا. فيني جاوب عليها هلا بكل بساطه، انه لحد هلا الدراسات كلياتها بتفرجي انه يجب البقاء على دواء الضغط، وما لازم يكون فزع من هالموضوع هذا، لأنه أكثر بكتير من إيجابيات ممكن نحصل عليها. فبالتالي جواب على السؤال هيك. نفس الشيء بقصة الأسبرين كمان، لأنه في كتير ناس كمان قريت شيء كتبته عن الأسبرين، في كتير ناس سألت على الأسبرين لأنه كمان مسيل
مش بس مسيل، هو كمان كمضاد للتلهب أنتي إنفلاماتري. صار في كتير حكي إنه هذا الأنتي إنفلاماتري ممكن يكون له شو اسمه أشياء سلبية على مريض يصاب بالكورونا، بس ولكن كمان نفس المعادلة، المعادلة دايما هي لازم تكون المردود مقابل الثمن أو الخسائر، لازم يبقوا على الأسبرين خصوصا المرضى اللي حاطين بيكونوا شبكات أو رسور مثل ما نسميهم بالدارج، أو عاملين قلب مفتوح أو شيء هيك، يعني لازم يضلوا على الأسبرين. ورجاء للكل يحكوا مع طبيبهم بدون استشارة الطبيب، ما يوقفوا ولا أي دواء. طيب دكتور إسماعيل، إذا بدي أحكي معك بموضوع الحلقة اللي هو إدارة خروج لبنان من الإغلاق اللي نحن فيه، السؤال اللي بيراودني أول شيء هيك، شو هي المؤشرات المطلوبة للخروج؟ وين نحن فيها لهالمؤشرات من بلبنان؟ طيب شكرا لك أول شيء سيمون. هلأ مثل ما ذكرت، يعني أنا منتدب من قبل مجموعة لأحكي اليوم صراحة، ما بتعدى على اختصاص حدا، ولكن سأبت أنه بضمن هالمجموعة ومن ضمنهم زميلنا الدكتور زرائط، كنا كل الوقت عم نفكر بهالأسئلة هيدي، فوضعنا مثل إذا بدك نحن document، أوكي، ورقة عمل بتحدد شو هي الأدوات المطلوبة لأنت توصل أصلا تفكر بقضية الخروج، وقدمناها للمسؤولين بسبعة شهر انه لنقدر نفكر باستراتيجية الخروج، لازم انه نحن نوصل انه يكون في عندنا الادوات المطلوبة. على كل حال هيدا مقال النشر بجريدة النهار من يومين اذا ماني مغلط، جزء من المقال هو كان اذا بدك فقط اعلان العناوين. أوكي. العناوين بدون الدخول بالتفاصيل. نعم. اوكي هون هلا نحن هون لنحكي بالتفاصيل شوي اكثر. هيدي هون فرجيت انا اسماء اللي شارك. نعم. هلا طبعا انا بغض النظر عن موقفي من الـ WHO ومنظمة الصحة العالمية، رح باخذ الـ WHO شو بتقول بهذا الموضوع. سو اول شيء بتقول منظمة الصحة العالمية انه الشروط اللي لازم تكون موجودة لنخفف، هي اول شرط انه انتقال المرض يجب ان يكون تحت السيطرة. هلا بالارقام يلي موجودة عندنا نحن هون، بعتقد انا ودكتور زرائط فينا نقول انه نسبيا عندنا نحن في لبنان هو تحت السيطرة. تحت السيطرة نسبيا، هو تحت السيطرة. بيجي النقطة الثانية، هي انه الانظمة الصحية قادرة على الاستجابة على اكتشاف واختبار وعزل ومعالجة كل حالة وتعقب كل اتصال. اوكي هيدي هون اذا بدك من ضمن التقرير اللي حطيناه نحن بالادوات، اوكي بالادوات كان في يعني خاصرة رخوة بهالموضوع هذا. بعتقد انه هلا اللي شاهدناه، ما ننسى انه احنا وقت وضعنا التقرير وضعناه بـ7 شهر، بخلالها من 7 شهر لليوم 22 الشهر صار في التزام من رأس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير الصحة انه يزيدوا عدد الفحوصات، وبالتالي زيادة عدد الفحوصات هي عم تشتغل باتجاه انه نزيد كمية اذا بدك قدرتنا على اكتشاف واختبار وعزل الحالات. منهم الفحوصات العشوائية اللي نحكى فيها؟ منهم الفحوصات العشوائية، بس ماني رايد فوت بتفصيل اذا بدك آليتهم، اوكي بترك هذا الشأن لأصحاب الاختصاص، ولكن طبعا بالمبدأ العام هو بالمبدأ العام شيء منيح هيدا؟ بالمبدأ العام نعم، هو شيء جيد ومطلوب، وكان مطلوب يكون من قبل هيك، خاصة انه وصل على مناطق قبل ما كنا عم نوصل لها كتير. صحيح. بالزبط. كان في عناء ليتكبدوا المواطن ليقدر يوصل او للعينة توصل. نعم. صار في هلا اكثر تغطية للمناطق اذا بدنا نقول. يعني نحن كل الوقت وقت كنا نطلع على خريطة لبنان كان انه تضوي عندك مناطق واقضية انه مبين فيها حالات، طب ونستغرب طب ليش هذيك الاقضية ما فيها حالات؟ طب ما فيها حالات لانه ما عم تنفحص، عرفت شو يعني بهالسهولة بهالبساطة. اذا ما عندك انت، يعني مين كان بيقول مثلا انه في مخيم بقلب بعلبك بده يطلع بقلبه حالة كورونا؟ مين كان بيقول انه في عندك مثلا برياء؟ مين كان بيقول انه هيك؟ ما هيدي كلياتها بتبين لما انت فعلا بتباشر بعملية الفحص. يعني ما يعني اذا بدك هي سهولة الوصول للفحص كانت متعذرة لأمرين. اول شيء انه ببداية الوضع ببداية الوباء كانوا موجودين أغلب الفحوصات بمستشفى بيروت الحكومة، فبالتالي بده ينزل الشخص من عكار أو من جنوب أو من بقاع لحتى يفحص هون، مركزية الفحص يعني. مركزية الفحص. اثنين، كان التعذر هو مالي، أوكي، يعني بمعنى أنه بيقول لك أنا بدي أدفع 150 ألف ليرة بهالوضع الاقتصادي، غير طبعا التنقلات وهيك،
فمن هون بحجر حالي وخلص. فمن هون ما عندنا نحن كان اذا بدك الارقام، كان في سؤال انه هل الارقام دقيقه؟ لا، هي الارقام ما انها دقيقه، ولكن التوجه دقيق. يعني بمعنى لما انت بتيجي بتقول انه نحن ماشيين باتجاه السيطرة، هذا كتوجه عام، ولكن كرقم طبعاً هامش الخطأ تبعه كان واسع، عرفت شو؟ نعم. هلأ نحن الحمد لله لما عم نشهد زيادة عدد الفحوصات ووصولها للمناطق البعيدة اللي كانت مش عم توصل لها، هلأ صار فينا نكون إذا بدك أقل ارتياباً بالأرقام. نعم. اللي عم نشوفها هم. نعم. هو بشغلة مهمة أنه نحن الإغلاق العام والإجراءات القاسية اللي صارت بلبنان صارت عم بكير، بالرغم من عدد الحالات المتواضع نسبياً لغير دول، نتيجة أنه نحن عارفين بهالنقاط الضعف كمان بلبنان، أنه إذا ما فيك تفحص عدد كافي من الناس ما فيك أنه تترك البلد مشرع. بالضبط. لو بسهولة بيخرج الموضوع عن السيطرة. بالضبط. أنا هون بس هون في سؤال كمان، حدا في تعليق مهم قبل، معلش يا ريت قبل ما نكمل هيدا هيك بسرعة، أنه كيف بينحكى عن التزام والناس بالشوارع، واليوم حدا بيقول تحديدا مشهد الوقوف أمام الـ OMT محلات الـ OMT يعني تحويل الأموال وحده كافي للحديث عن تفلت. لك ببداية الأزمة، ببداية الوباء، بس بداية أنا بدي أكد على الشيء اللي عم يذكره حسن، يعني من أحد أفضل القرارات يلي اتخذت بالبلد، أوكي، وقد يكون هو أفضلها، هي قضية تسكير البلد مبكراً بناحية المدارس الجامعات ودور الحضانة. هذا كان عامل حاسم، عارف شو؟ انه لما اتخذ هذا القرار، وحتى دور العبادة، هلا دور العبادة اجت بعدين. اوكي، ولكن هذا كان اذا بدك القرار الاساسي، القرار الاساسي يلي فعلا بعده بلشنا نشوف نحن هبوط بالحالات. نعم. الثاني قرار هو طبعا الدخول بحالة التعبئة العامة، التعبئة العامة وكل مندرجاتها يلي هلا صار لنا فيها 4 أسابيع تقريبا. نعم. اوكي، ولكن فمن هون طبعا هودي القرارات حاسمين، وإلا كنا غير هيك كنا في احتمال لا سمح الله كنا نشوف مشهد بلدين تاني. كنا لا سمح الله فين في احتمال نشوف مشهد تاني. وهون طبعا يعني انت بتعرف اصلا بالحديث تحت الهواء حاكين انا وياك على بعض الملاحظات. صحيح. ماشي الحال، خلينا نفوت بقضية الجواب على السؤال اللي هلأ ذكره المشاهد، انه منظر اللي عم يصير بالـ OMT. انا برأيي انه المنظر اللي عم يصير قدام الـ OMT هو طبعا خطير، وقد يكون أخطر إذا نحن مشينا نحو تخفيف القيود بشكل غير مدروس. أوكي؟ وهذا شيء أساسي، أنه نحن هلأ يا جماعة قلنا تقريبا بهالخبرية هيدي حيصير قدي حسن صلح لي شي شهر ونص، شهرين شهرين تقريبا شهرين, شهرين, تقريبا. شهرين. قلنا شهرين بهالقصة هيدي، احنا بالضبط اليوم تقريبا شهرين من اول حاله. أي. 21 شباط. أي. لليوم. فبالتالي لما انت بتشوف قدامك مشاهد معينه من 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 عدم انضباط، هي تعكس اذا بدك يعني غياب اذا بدك الضوابط اللي لازم تنعمل لتقدر هالناس تحصل على الشيء اللي هي بدها اياه بطريقه امنه. يعني ما كانت الـ OMT، هذا مشهد صار متكرر مره. اوكي، فهمنا اول مره ما شفنا، تاني مرة بعدنا عم نشتغل على الخبرية لحتى نصلحها، بس لما نصير مشهد متكرر، لا معناتها في انه تفضل اعملوا شغلك. Exactly. تفضل اعملوا شغلك، في استهتار، في استهتار بهذا الموضوع. اوكي، ما الحق، ما فينا، ما انا ضد بشكل قاطع وحاسم ضد تحميل المسؤولية للمواطن، هيدا مبدأ عام. اوكي، المواطن هو بالنهاية تحت ضغط معين، تحت تحت تحت، سميتها بأول الحديث هو تسرب اقتصادي. يعني اللي قادر اليوم انا اخر شيء بدي اياه انه يكون هذا الوباء الكورونا، وانتبه هذا الشيء عم يبين هلا باسبانيا، بين باسبانيا وبين بنيويورك، اوكي، وحتى ببريطانيا، انه وباء الكورونا، لا مزبوط، هو الوباء ما بيميز، الفيروس ما بيميز انه بيضرب الفقير والغني، هو بيصيب الكل، انسان بيضرب الانسان، ولكن الذين اكثر اصابه فيه مسائبه عم يكونوا هن الفقراء اللي هن عايشين بالاحياء الشعبيه، او اللي هن تداخل واكتظاظ، واللي هن بيضطروا يستعملوا وسائل النقل المشترك والى اخره. فمن هون لما انا بشوف قدام الـ OMT هذا المشهد، انا هذا مشهد بيحزنني، في مسؤوليه على الجهات المعنيه، سواء اصحاب الـ OMT، البنوك، المصارف، شو ما كان يكون، السوبر ماركت، انه يكون هلا بخلال هالست اسابيع صار في حاله تنظيم لهالموضوع هذا،
مش مفروض بقى نكفي نشوف هيك مشاهد، خصوصا انه انتبه انه هذا الشيء اللي ذكره الدكتور حسن مهم، انه هذا الشيء التعايش للفترة القادمة، يعني معناته انه نحن هذا الشيء باقي معنا اقله سنة ونص لسنتين الى ان يا نوصل لهدفين، يا لقاح يا مناعة جماعية صارت، صح ولا لا؟ بالتالي أصبح تنظيم هذا الموضوع على مستوى تغيير حياة المجتمع وكيفية سلوك الأفراد في المجتمع صارت مسؤولية مش بس للدولة، مسؤولية كمان المؤسسات، كل مؤسسة تتفضل تعمل تمارس مسؤوليتها بهذا الموضوع. صحيح صحيح. هلا بدي ننوه بس بشغل بهذا النقطة، نحن ما نطلع على المجتمع بشكل عام، لو كان في تفلت نسبة معينة هي مش لازم يكون في تفلت معنا الظاهرة والاختلاط، بس نحن بدنا نشوف عن جد المجتمع بشكل عام حركة المجتمع خفيفة جدا، دليل طلع على الجو، فنحن إذا قدرنا ضبطنا 70% من المجتمع عم نعمل فرق كبير، كل ما علينا أكتر كل ما عم نعمل فرق أكتر، بس لو 70% انضباط عم يعمل فرق كبير. ومنيح ما نعتب كتير كمان عم الناس، لأنه يمكن واحد اللي عنده مصاري بيقدر يمون على شهر أو شهر جمعتين، بس الفقير ما بيقدر يمون، صح. يعني بده يظهر كل يوم يأمن حاجاته يعني. صح. دكتور اسماعيل، إذا بدي كفي معك بالدوكيمنت اللي عم تشرح لنا إياه حضرتك عن قصة الخروج خلينا من الحجر، كنت بلشت حضرتك بالنقطة الثانية والثالثة. هلا فهون أصلاً إحنا بالحديث سأبت طبعاً يعني جاوبنا على بعض الأسئلة، استطردنا جاوبنا. فالأنظمة الصحية قادرة على اكتشاف واختبار إنها عم تتحسن، بس بعد ما وصلنا لمحل ما لازم نوصل. يتم تقليل مخاطر النقاط الساخنة في الأماكن المعرضة، كمان إنه نحن مسائبة ما عنا كمان دور عجزي وكبار بالعمر كتير هون، وهلأ اليوم عم يتبين إنه بأوروبا نص الوفيات هي صارت بدور العجزي، حتى وفيات صامتة صارت بالزبط. يعني بعدين عرفوا بالضبط يعني فنحن ما عنا إياها هيدي، ولكن عنا محلات تانية فينا نشتغل عليها. أوكي، وضعت المدارس وأماكن العمل وغيرها من الأماكن، وضعت الأساليب الأساسية للتدابير الوقائية، وهذا رح نحكي عنه. أوكي، إنك أنت في بيئة العمل يلي هي محل ما أنت بدك تروح، هل اشتغلوا لحتى يغيروا بالبيئة تبعهم؟ شو يعني تغير بالبيئة؟ نوصل له بعد شوي. مخاطر استيراد حالات جديدة يمكن إدارتها، بعتقد التجربة يلي صارت بقصة استعادة المغتربين كانت تجربة أنا برأيي مش سيئة، مش بس مش سيئة، كانت تجربة جيدة، كانت تجربة جيدة. التنظيم اللي شفناه داخل المطار كان جيد جدا، طريقة وصولهم، طريقة إدارتها للعمليات كانت طريقة راقية، يشكروا عليها طبعا الجهاز الطبي يلي قام فيها، لأنه عن جد إدارة جدا سليمة. فبالتالي كيف بدنا نتعاطى بالفترة القادمة؟ بعتقد عنا صار في منهجية معينة فيهم يبنوا عليها، بس هذا مؤشر يعني إذا رجعنا نحن حركة طائران طبيعي مثلا ممكن بسهولة يفوت حاله. هيدا اللي كنت بدي أسأله هلا، نحن عملنا كل وجباتنا وسكرنا ورجعنا أوكي يلا المطار فتح business as usual اللي بيقوله، كيف يصير؟ ما في business as usual عسني؟ لا مش هيك، ولكن خلينا ما نكون حاسمين، خلينا نحسم بموضوع، لن نعود كما كنا، ولكن لا يمكن نكفي كما نحن. أوكي أوكي، بدنا نكفي بطريقه جديده انتقاليه. اوكي، بطريقه جديده، اداره للازمه، اداره انتقاليه بتكون انت فيها، وهذا هون مسابي انت بتعرف يعني جزء من اختصاصي وابحاثي انا هي اداره المخاطر، عرفت شو بتحديدا بامراض القلب وهيك، انك انت هذا في اخطار مخاطر بدك تيجي تحددها، بتقول انت ساعتها كيف بدك تتعاطى معها، ترسم لها ضوابطها وبتمشي، عرفت شو؟ ما فيك ترجع مثل ما كنت وما فيك تكفي مثل ما انت هلا، هي سوف تكون باداره بشكل مختلف كليا. أوكي، نجي هايدي آخر وحدة، المجتمعات متعلمة بالكامل ومشاركة وممكنة لحتى تقدر إن هي توصل. بعتقد كمية المعلومات يلي ضخت بالإعلام، وهون يشكر الإعلام بكل صراحة، يعني أنا كان موقفي مغاير لكتار، يعني أنا بالنسبة لي الإعلام أدى دور جدا إيجابي. بالأول في ناس طلعت واعترضت على بعض الأصوات وهيك، أنا بالنسبة لي شفتها كانت بالعكس إيجابية، والإعلام يشكر لأنه بكل بساطة عطى دور وصورة كتير مهمة كرمال نقدر نوصل للي نحن فيه. بنتقل للي بعدها، هي أنه نحن كيف شو إذا بدك العوامل اللي افترضناها بالخطة. أول شيء احتمال توفر اللقاح خلال 18 شهر افترضنا، فبالتالي معناتها أنت أي شيء بدك تفكر فيه أنه ب18 شهر كيف بدي أنا يكون في عندي عدد أيام عمل بأقصى درجة ممكنة، لأنه في احتمال نرجع نسكر،
عرفت شو؟ ايه فانت بدك توضع المعادلات الرياضيه انه كيف انا اقدر خلال 18 شهر دير الازمه ليكون عندي اكثر شو المؤشرات اللي بدي اعتمد عليها صعودا او هبوطا لانا اخذ قرارات كيف بدي ارجع اتدخل. لكن هون لازم ندعي كل اصحاب العمل واصحاب المؤسسات التربويه والمؤسسات التعليم العالي وكل شيء يعني بالبلد، اذا مش عم بيستمع يرجع يستمع لهالحلقه بعدين او يقرا التوصيات تبعكم اللي كتبتوهم بالنهار او اللي رح تنشرون بعدين ليتر اون، لانه عم نحكي بمرحله سنه سنه ونص. كثير مهم بدها تحضير كثير كثير مهم كثير مهم انه كل مؤسسه تبدا تاخذ بعين الاعتبار قضية انه التباعد الجسدي ببيئة العمل هذا شيء اساسي. امبارح كنت عم بسمع شيء من بعتقد مدير عام وزارة الاقتصاد او الصناعة مش مؤكد بهالاتجاه هذا، وفعلا وزارة الصناعة عم تقوم بدور رائع من هنيهن عليه. لازم انه المصانع لازم المدارس والجامعات كلياتهم هولي في كتير لازم يبلشوا يفكروا هلأ، لانه في عندك كتير أعمال قائمة على التجمعات. يعني بدي أعطيك مثل المطاعم، المقاهي، دور السينما، المسارح، وهولي عطل كل آخر شيء قائمة على التجمعات، يعني كرسي حد التانية. يعني هو بدي بلشوا يفكروا من هلأ إذا هالقد عم نحكي عن مدة طويلة وإذا عم نحكي عن إعادة إصابات إذا طبيعي. هي عشان هيك سميناه للكورونا عامل تغيير عالمي. شو بده يتغير سلوك الافراد وبالتالي سلوك المجتمع، والمؤسسات هي مجموعه افراد بالتالي بدها تغير سلوكها، البيئه تبعيه العمل بدها تتغير. هلا اعاده القطاع العمل بشكل تدريجي احتفال، لما نجي نقول انه احنا فتحنا ما بدنا نشوف احتفالات، ما بدنا نشوف مهرجانات، بدنا نشوف حذر، بدنا نشوف حذر، بدنا نشوف يقظه. عارف شو بدنا نشوف؟ الوعي من علامات الوعي هو الحذر واليقظه. اوكي، اذا ما في حذر ويقظه معناته ما في وعي، معناته اذا بنرجع للشيء اللي حطته الدبليو اتش او انه المجتمع صار عنده درجه يقظه عاليه، معناتها هي مش موجوده. اوكي، فهون مسؤوليه اللبنانيه انه يعرفوا انه مقياس الحذر ووجود الوعي عندهم هي بالممارسات يلي حيفرجوها. نجي هلا للمؤشرات اللي بدنا نتبعها. اوكي، فهون بهاي المؤشرات على الزاويه الشمال اذا بنشوف فكرنا نحنا شو ممكن نحنا ياخد مثلا نعتبر الحكومة شو بدها تاخد قرار انه امتين اذا فتحت اعتبر وبلش يرجع ينتشر تزداد الاعداد، امتن بدها ترجع تاخد قرار بانه ترجع تتدخل شو ما كان التدخل حجمه او شكله. اوكي، ناقشنا طلع معنا انه مثلا ناخد شيء بنسميه الار زيرو يلي هو فينا نبسطه بالعربي للمشاهد نقول انه هو قابلية العدوى لدى الفيروس. اوكي، كل ما هذا الار زيرو كان عالي كل ما بندخل نحن من الزون الاخضر للزون البردقاني للزون الاحمر. اوكي، هلا نحن ويننا؟ بالاخضر. هلا نحن فعلا نحن تقريبا بالاخضر بكل تجرد. بكل تجرد نحن بالاخضر. اوكي، ولكن انتبه وين نحن بالاخضر بمرحله الهبوط. عرف شو بمرحله الهبوط؟ ما عم نقدر نوصل للصفر، يعني بعد ما في عندنا صفر حالات صفر جيوب مخبيه. هاو الصفرين كثير اساسيين من هيك مثل ما دعيت حضرتك انه ما تحتفلوا كونوا حذرين. بالضبط بالضبط، لحتى نوصل لصفر حالات جديده صفر جيوب مخبايه، ساعتها فيك انت تكون انه مطمئن بعض الشيء. لا مطمئن بطريقه مطمئن. مهمه. أوكي. اوكي، فمن هون اعتبر انه بلشنا نحن نخفف القيود اذا بتستخدم المؤشر الار زيرو الار نوت. اوكي، إذا وصلنا الار نوت مور ذان أكثر من 1.7 ندخل بمرحلة خطر، بيكون ساعتها مطلوب التدخل مرة تانية. عرفت شو؟ هيدا إذا اعتمدوا الجهات اللي هي عم تقرر بهالموضوع، إذا اعتمدت هذا الرقم، لهذا توصلوا لهذا الرقم بطريقة دقيقة بدك معلومات وبدك يكون في عندك أنت الجهاز التكنولوجي اللي يقدر يعطيك هالشي. دعوة إن شاء الله على أمل إنه نوصل يكون عندنا هالشيء. هون إذا بدنا ننوه بس يعني لما يصير 1.7 يعني الشخص صار عم يعدي تقريبا شخصين كل من كل شخص عم ينتقل العدو. فكل ما نزلنا لتحت الواحد كل ما عم نقطع التواصل بين الناس وعم نقطع تواصل بين العدو. نعم. أوكي. هلأ جينا قلنا طيب بركي ما عندنا القدرة نحنا نعتمد على الار زيرو لأنه نوعية وجودة المعلومات يلي موجودة ما بتسمح بهالشيء، تاخذ المؤشر الثاني، المؤشر الثاني اللي هو حاليا هلا عم يعتمدوا عليه
الوزارة بقراراتهم أنك أنت بتنظر قديش في عندي أنا حالات بقلب داخلي عندها كورونا داخلي على غرف العناية أو على المستشفيات، أوكي؟ فمن هون ساعتها أنت بتكون بتقول أنه مثلاً بس توصل أنت لكعب الكيرف هذا يلي هي عملناها بشكل موجي، أوكي؟ بس توصل لكعب الموجي بتقول أنا فيني هلأ رخي، أوكي؟ بس تبلش تشوف صعود فيها بتتدخل ترجع بتشد تتدخل بتشد. بس كتير مهم أنك تنتبه أنه أنت لما تشد وتتدخل لح تضل الحالات تطلع عندك. فمن هون قرار التدخل بده يكون ياخذ بعين الاعتبار انك انت شو هو السقف اللي راسمه ما بدك توصل له، ما بدك ابدا توصل له، تحديدا هو قديش عدد الاسره يلي هي بالعنايه الفائقه وعدد مكانات التنفس والى اخره يلي هي لا مرضى الكورونا. وهون بدنا كتير نحن بدي شدد وهذا يحط حتى تحت ثلاث اسطر. في فرق كتير كبير بين انك انت تقول هذا العدد اللي عندي اياه لعدد الأسرة بالعناية الفائقة، وبين انت تقول انه هودي فيني انا استخدمهم للكورونا. لانه انتبه برجع بقلك الامراض التانية ما وقفت، الجلطة والدبحة والاشتراكات وهيك ما وقفوا. ايوه كأنه نسيناهم نحن هلأ هودي. هول ما وقفوا. المرض الوحيد هو هلأ الكوفيد الكورونا. ايه هول ما وقفوا. فان شاء الله هلأ بالخطة اللي عامليتها الوزارة بانه الست مستشفيات او يمكن اكثر عددهم اللي بدهم يستحدثوا طبعا رح بزيد عدد الاسره، ولكن يبقى تجهيزهم بالكادر البشري ادارتهم والى اخره، هيدي اسئله هن بدهم يجاوبوا عليها. فنجي للشيء اللي هلا ذكرته انه كيف نحن بدنا نفتح تدريجيا. اوكي إيه وشو بنراقب؟ اوكي شو بنراقب؟ شو بنراقب هودي اللي ذكرتهم إيه؟ القبل يلي هن قضيه تسارع عدد الحالات بالعدوى وعدد الحالات يلي عم تجي على الطوارئ. هو اهم شيء هو بدك تراقبهم. اوكي نجي لانه انت كيف بدك تقرر على القطاعات يلي هي لازم ان نفتحها. اوكي يلي هو شيء كتير اساسي. مقاربتها بالضبط. في لها مبادئ هيدي. اوكي المبادئ اللي بدك تحطها انت لحتى ترشدك كيف بدك تفتح. اول شيء في انه مثلا نحن عندنا حوالي تقريبا 20% من الناس يلي هن بيشتغلوا هن بقطاع التجارة سواء بالجملة أو بالمفرق، إضافة لمثلا تصليح السيارات إلى آخرها القضايا هاي. معك بيرجع 10-11% مثلا هن بقطاع التصنيع، عرفت شو؟ بيرجع بعدين عندك البقاوي كلياتهم سوا. هلأ هون ما بدك تنظر فقط أنت أنه هيدي القطاعات وحجمها، بدك تنظر كمان انتاجيتها ومردودها على البلد وحاجة البلد لها. يعني لأعطيك مثال كتير دقيق، إذا منروح نحن على مثلا قضية المحاصيل الزراعية، عرفت؟ هذا محصول موسمي، ما فيك أنت تجي تتعامل معه مثل مثلا موظف بقلب بنك أو شيء هيك ممكن أنه أنت تقول له حل أو سينما مثلا أو سينما، لا هذا محصول زراعي، بدك مجبور أنت أنك تجي أنت تسهل له أنه يقدر ينزل يقطف المحصول الزراعي. خصوصا هلأ أنه في حكي كتير أنه عندك 26-36 دولة معرضة للمجاعة فقط من وراء انقطاع الأكل والطعام اللي بده يوصلهم، السلع الأساسية اللي بده توصلهم. فبالتالي قضية أنك أنت بتحدد القطاعات يلي أنت برأيك مهم أنها تنفتح، بتشوف ساعتها كيف بدك تفتحها بالإجراءات يلي ممكن أنك تعملها. يعني مثلا اللي فيك أنت تخليه يضل يشتغل من قلب بيته، أوكي طب خليه يشتغل من قلب بيته، بس بدك تأمن له كمان. وهون يعني منضوي على قصة الجامعات والمدارس، ما فيك أنت تقول للجامعات والمدارس افتحوا وتنتشر العدوى بشكل سريع، عرفت شو؟ لأنه هيدي هيك وأنت منك جاهز من ناحية العدد الأسرة والتخوت، وبذات الوقت منك مجهز للجامعات والمدارس الانترنت اللازم ليقدروا يعملوا الأونلاين. صحيح. يعني هيدي كلياتها هلأ بعتقد أنا متأكد إنه وزير التربية الله يعطيه ألف عافية عم يشتغل هالشغل هذا، أوكي؟ بس ولكن عن جد الجهد المطلوب بين وزارة التربية بين وزارة الاتصالات بين كل هودي المعنيين مطلوب جهد مضاعف، أوكي؟ كرمال هالأسئلة هاي الأجوبة اللي بدها تجي عليها تكون أجوبة معللة منطقية قابلة للتطبيق. إذا ما لنا معلل ما لنا منطقي ما لنا قابل للتطبيق يعني شو ممكن نستفاد؟ ماذا عن الفحوصات الرسمية؟ يعني بعد ما في أي شيء واضح من الوزارة، ويمكن عم بيخلوا ما عم بيعطوا جواب ما عم بيعطوا شيء واضح،
تيخلوا الطلاب قاعدين ببيوته عم تدرس تما يخلوهم انه خلص اجت الصيفيه وخلصت منسي وخلينا نفلت على الطرقات. يمكن تكون هاي الخطه اكثر من هيك يعني. بس بعد في حكي عم بانه احتمال عوده العام الدراسي. ايه انه اول شيء هل ممكن فعليا طبيا يا اخي، ما بدنا نحكي سياسي، طبيا هل ممكن عوده العام الدراسي والطلاب 30 40 50 واحد بالصف؟ هل ممكن يكون مراكز الامتحانات الرسميه عادم كل سنة، يعني تجمع 1500 تلميذ بالساحة تيفوتوا بعدين على صفوف ويعملوا فحوصات رسمية؟ ليك أنا ماني حابب طبياً طبياً أنا ماني حابب أني فوت بهذا المجال. ليش؟ لأقول لك ليش؟ لأنه الأسئلة هي عن جد أسئلة كبيرة. نحن وضعنا مبادئ، هيدي أسئلة مشاهدين يعني. أنا معهم حق، نحن وضعنا مبادئ عامة، وبعتقد أنه الوزراء المعنيين يعطيهم ألف عافية كتير واعيين لهالقضايا هاي. عرفت شو يعني؟ بالنهاية وقتها بتسمع انت وزير التربية بيطلع بيقول انه التربية اساس البلد وهي فعلا مستقبل البلد. صحيح. بالنهاية نحن العنصر البشري في لبنان هو اللي مميزنا. صحيح. عرفت شو؟ هذه القيمة الحقيقية اللي عنا اياها. لما انت بتسمع وزير التربية بيطلع بيحكي هذا الكلام، معناته انه في وعي، وبدك توثق انه هو والطائم يلي معه والمسؤولين كل اياتهم انه في امانة، بدهم هن يتحملوا ويديروه. ولكن المبادئ العامة واضحة، ما بدك أنت تكون تسمح بانتشار العدوى بشكل سريع، تفوق طاقتنا الاستيعابية، توازن ما بين حسنات أي قرار وسيئاته. بالتالي ذكرت قضية أنه فقدان العام الدراسي، الامتحانات إلى آخره، أوكي هذا شيء مطروح. وبذات الوقت بدك يكون القرار معلل منطقيا وقابل للتطبيق. إذا قرروا بدهم يمشوا بقضية الأونلاين تيتشنج اللي هي عبر الإنترنت، معناتها هيدي بدها فعلاً آليات إجرائية بنية تسهل تحتية وبنية يعني. تحتية إنها تسهل. اليوم أنا زوجتي بتدرس، انتقلت التدريس للأونلاين، بقعد شايفة طيب في تلاميذ عندها ما بيقدروا، بيتهم صغير قاعدين عم يتسمعوا وأهلهم حواليهم وعم بيصير في لعبة حواليهم وولادك بالبيت كمان وفي أولاد بالبيت إلى آخره. يعني التطبيق العملي دائما كتير مهم. الكلام هيك رمي الأمور هيك بسهولة سهل شو، ولكن تطبيق العملي هو اللي بده يدرس. وأنا برجع بقول لك، أنا بهذا الموضوع مثل ما أشد بقرار إقفال اللي صار وهو حاسم برأيي ويشكر عليه جدا من كل قلبي، أوكي بحس أنه بنفس الروحية المسؤولة هاي عم يقاربوا هالموضوع هذا، ونتمنى أنه نسمع منهم أشياء إيجابية. هو على كل حال هو اهم شيء الوزير اليوم ان نحن بالمربع الاخير لاخذ القرار فيما يتعلق بال هو اهم شيء التدرج. يعني اذا بدنا نفكر ناحيه مثل ما قال، هو القرار متعدد الجهات وبده صح. قرار دولي ومعطيات دولي، بس هو اهم شيء التدرج، انه ما فيك تاخذ كل الخطوات مع بعضها لانه بتفقد السيطره بسهوله. التدرج هو الاساس. هلا ذكرت سيمون انت مثلا قضيه بيئه العمل، اوكي يعني مثلا، وهودي كمان نحن سعيدين باللي سمعناه امبارح من مدير عام وزاره الصناعه، بعتقد وزير الصناعه يعطي الف عافيه بوجه له تحيه، كل شيء عم بسمعه كتير طيب. يعني ال انت بقلب المصنع بدك تفكر انه مثلا بدي 30% انتاجيه باول مرحله، وبدي زيد عدد نوبات العمل لخفف عدد الناس يلي موجودين. اثنين بدك تفكر انه مثلا مساحه مشتركه كافيتيريا او شيء هيك ما لازم يكون، واذا هنا بدهم يفوتوا على الحمام بده يكون في تنظيف كتير منيح للحمام. يعني في اجراءات بقلب بيئه العمل. اضافه فوق كل هاي بدك تلبسهم ماسك، اوكي. وهون كمان انا بشكر CDC مركز رصد الاوبئه بامريكا انه عدل، كان عنده الجراه انه يعدل موقفه الاول ويقول انه ارتداء الماسك في الاماكن العامه يخفف من انتشار المرض. تسمح لي هون بين هلالين بدي احكي شغله باداره المخاطر. لما انت تفكر باداره المخاطر، في مبدا هو المبدا اللي بنسميه مبدا التحوطي. هذا مبدا بريكوشنري برينسيبل، اقر من الثمانينات ودخل حتى كثير بالمعاهدات الدوليه. نحن بطب القلب كوننا بنشتغل كتير بإدارة مخاطر، يعني لما بيسألنا المريض بيسألني شو الخطر تبعي للعشر سنين، بجاوبه ومساق بأبحاثي. هذا المبدأ شو بيقول؟ بيقول لما أنت عندك فيروس مجهول أو عدو مجهول، وهو أكثر هي حسن أنت بتعرف جيناتيك أورجانيزم، أوكي جيناتيك أورجانيزم مجهول،
اوكي. اول شيء بتعمله انك انت بتحتاط، اوكي، بالتالي تشتغل على انه احتمال الأسوأ دائما، اوكي، واحد، خصوصا لانك انت ما عندك معرفه شو بده يصير فيه لبعد سنه لبعد سنتين لبعد ثلاثه. معرفتك كلياتها عم تصير هلا، عم نتعلم عنه للفيروس هلا. هيدي اول مبدا. ثاني مبدا انه انت هذا لما يكون التسارع الوبائي بمنحنى سريع مش خطي، هلا بالانجليزي اكسبوننشال بالعربي اسني، بس خلينا نقول مش خطي، هو منحنى تصاعد. هيك تصاعدي. تصاعدي هيك كتير سريع. عندها اذن التدخل بيكون بيعتمد سياسة التدخل بطبقات. شو يعني؟ يعني انت بتجي بتسكر المدارس والجامعات مثل ما قال حسن، التزام كلي بتسكير الجامعات والمدارس، بس انه ما عادت الناس كلها ببيتها، ماشي الحال. 70% التزام بفيد كل طبقة فوق طبقة، بتلبس الناس مثلا ماسكات بالاماكن العامة، يعني اليوم بقلب السوبر ماركت، ما هو دي كل العالم بتروح تشتري صح. من قلب السوبر ماركت، اذا اللي بالسوبر ماركت لابس ماسك هو بيخفف اذا هو عنده، وما بينصاب كمان اذا اللي جاي قدامه كمان لابس ماسك. وطبعا مع الماسك بدنا نكون كمان ملتفتين لقضية غسل اليدين، يعني كل الارشادات. الماسك لا يغني عن هوديكي، ولكنه هو عامل اضافي. نعم. طبقة طبقة، كل ما ركمنا نحن طبقات اضافية. من هون احد الناس مثلا سأل انه طلع الدراسة قالت 4 متر تباعد، طب ايه منيح اذا قدران توصل لاربع متر تباعد فليكن، ولكن مترين كمان قدر الضرورة يعني، بس شو؟ نختلط ببعضنا. هي الفكرة تباعد، تباعد وقطع الاتصال ما بين قطع الاتصال ما بين الناس لحتى الاتصال بطريقه تعدي. شو فيك تعمل طبقه فوق طبقه بتقدر انك انت تخفف من الوباء. حتى في ناحيه طبيه او فيروسيه من وراها، انه كميه الفيروس اللي بتفوت على جسمي هي بتحدد مدى قدرتي على الاصابه او امكانيه الاصابه. كل ما خفت هالكميه، كل ما خفت هالكميه الاصابه، كل ما خفت كمية الفيروسات تفوت على جسمي، كل ما خفت إمكانية الإصابة. فمن هيك كل ما عملت هالطبقات اللي عم يحكي عنها دكتور حسين كل ما أفضل كان. فهون بيكون ساعتها يعني لنكفي بالشيء اللي ذكرناه بإدارة المخاطر طبقة فوق طبقة. لو ما كان في عندك أنت وصول لالتزام كامل بالطبقة اللي أنت دخلتها، التداخل اللي أنت عملته، كلهم هودي فوق بعضهم بيعملوا مثل شبكة أمان. عارف شو بصير ساعتها؟ امكانيه انه يخرم الفيروس بيناتهم امكانيه قليله. عرفت شو؟ فهيدي هذا هول المبادئ العامه، خلينا نسميهم خطوط دفاع الطبقات. خطوط الدفاع بتركبهم وحده ورا الثانيه. عرفت شو؟ بحيث انه مزبوط هيدي ثغره من هون بس اجت هيديك غطتها. عرفت شو؟ نعم. هي الفكره. من هون مثلا احد الناس مثلا مفكرين انه خيي طب اعمل انت نوبات العمل 3 كل وحده 8 ساعات. ما عندها اذن انت كمان بتخفف من الاكتظاظ، وبتصير ساعتها بدل انه الاو ام تي تشوفهم كلهم هاجمين هيك، ما هي كلياتها هيدي بتخفف من الاكتظاظ وبتزيد انتاجك، لانه صفيت عم تشتغل 24 ساعه 3 شيفتات. فكل تنعطي شيء ايجابي كلياته هذا في له الناس المختصين فيه، هن البيهيفيرال ايكونومكس يلي هن الاقتصاد، علماء الاقتصاد السلوكي، والاوكيبيشنال هيلث سيفتي يلي هو المختص بقضيه الصحه بالعمل بالعمل. اوكي، هودي ناس شغلتهم يقعدوا يحطوا يركبوا هالاشياء هيدي بالاتفاق مع ارباب العمل، مع اصحاب المصانع، يبلش تنوضع هيدي الامور قيد الدراسه كرمال نوصل للمرحله انك انت تقدر يكون في عندك انتاجيه وترجع انك تخفف من الفقر. وهون التخفيف من الفقر ليس عيب، التخفيف من الفقر هو تخفيف من الأمراض المزمنة، وهو التخفيف أيضا من وفيات سوف تأتي لاحقا. طب بدي أسألك سؤال وفيك ما تجاوبني عليه. أي. كيف ممكن ذلك ببلد غير مستقر سياسيا؟ بما أنه قلت لي ما فيني جاوب عليه ما لح جاوب عليه، شكرا. هذا سؤال كمان ورد من أحد المشاهدين، أنه اليوم بدك ناس تجي تحط خطة، بدك ناس تجي تفكر بها، بدك حكومات، ناس مختصين، فرد وقت كمان بيبقى فيه يمكن عدم استقرار. ليك خلينا يعني عندنا كل شيء نحن بلبنان، خلينا نبني على الايجابيات. اكيد خلينا نبني على الايجابيات، نتوحد حول هالازمه الوطنيه، نتوحد. اوكي، في كتير ملاحظات صدقني. عرفت شو؟ خلونا نقطع هالمرحله يا جماعه. عن جد الخطر على ابوابنا، على عيالنا، على اهلنا، على احبائنا.
اي حدا ممكن عم يفكر بغير طريقه او بغير زاويه او شيء هيك، عم بقول له انت مخطئ. عرفت شو؟ مخطئ من كل قلب، بقول له يا مخطئ. عرفت شو؟ فالمطلوب هو عن جد نتوحد حول هالموضوع هذا. ما حجاوب على موضوع السياسه لانه مش اختصاصي، انا بلتزم ضمن اختصاصي. رح اقول نحن عم نمرق بمرحله مصيريه وتاريخيه من ناحيه صحيه. هيدي مرحله تاريخيه لازم نعرف كيف نقطعها ونستغلها لحتى نظبط بلدنا للمستقبل. بنهي معك بهالملاحظة. دكتور اسماعيل، عندك أي ملاحظة أخيرة للمشاهدين أو كلمة أو توصية قبل ما نختم؟ الحذر، الوعي، وأهم شيء الحذر والوعي يترافق مع تغيير بالسلوك. إذا ما كان في تغيير بالسلوك معناته في بمكان ما نقص. بدعي من كل قلب الكل حذر، الوعي، وتغيير بالسلوك. حسين اسماعيل حسن زرائق مع حفظ الألقاب، بدي ارجع اشكركم، ارجع رحب فيكم جديد ببيتكم بالجامعة الأمريكية ببيروت من قلب الحرم الجامعة. مشاهدينا، هيك بتكون الحلقة السابعة من كوفيد 19 ستوديو اي او بي النهار انتهت. برجع بشكر كل اللي تابعونا، فريق الإعداد، فريق العمل والمخرجين. موعدنا بيتجدد الثلاثاء المقبل بتمام الساعة 4 مباشرة من حرم الجامعة الأمريكية ببيروت. من هلأ لوقتها فيكم تابعوا كل أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأيوبي والأيوبي أمسي والنهار. إلى اللقاء، وأرجوكم الحذر وخليكم بالبيت.